ايه خلاص مش عارف ذاتي ان هو انا لما باجي اضغط على كل عين في سباكل في مفتاح هنا هو جيم سويتش اهو ماشي ده متوصل عن مع بعض كله توازي ماشي ادي التيمينه ايه تخش تحت وادي واحده داخله ايه فوق ايه ماشي ده عامل زي السويتش بتاع الغساله بالظبط ماشي في طرفين بتاع الغساله فيه ثلاث طرف ماشي اما ده فيه طرفين هنا اهوت ماشي معمول له حمايه ميه من هنا الكاوتش هنا اهوت عشان ما فيش ميه تنزل عليه وفي كاوتشه تاني اللي هي محطوطه في الوش قافله على الوش من فوق هنا اهوت ده بيتغير دلوقتي البطارية ده ما بيبطش خلي بالك ده لو باظ ماشي يبقى نتيجة ايه مية العميل ايه بيغسل بطريقة ايه بشراسة عالية جدا بمية جامد فالمية نزلت فين؟ هنا حرقت ماشي طيب دلوقتي دوت بيبوظ الباظ خلاص بيتفك عن طريق المسمار دوت ماشي يتشال ويتفك هنبص اهو كده السويتش اتفك اهو كله زي ما انتوا شايفين تمام بنرجع نركب المسمار اهو زي ما انتوا شايفين اهو وليه قاعدة ما بيتزيدش كده خلاص ما بيتحطش خلاص ده هنا في مكان قاعدة يعني اهوت اهو بالزين يعني بيقول لك ايه انا مش بركب الليمت سويتش وخلاص لا انا بركب ليميت سويتش وليه قاعده ومكان تبريد نظام كرسي بيقعد عليه ادي الكرسي اهوت اللي بيقعد عليه الليميت سويتش ماشي بحيث ان انت ايه المسمار ما يرحلش منك لا شمال ولا يمين شايف ده كده كده غلط ده كده غلط واحد ممكن يقفل كده ويجي يشغل الجهاز الجهاز مش هيشتغل معاه هيغرفه معاه لان انت عملت ايه لا خليت الريشة مفتوحة الجهاز ده هيلف معاك ماشي بس مش هيشتغل ايه السباك لازم ايه ارجع احط الريشة دي من تحت كده ماشي عشان السباك يبقى ايه شغال مجرد ما ادوس هنا كده اشتغل معايا ليه السباك اللي هو المفتاح وادى امر للبطارية ان هي تشتغل ماشي بعد كده خلاص كده.